رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل الإعلاني، وبصيرني استضيف هلا الباريتون توني حموي. توني أهلا وسهلا فيك. ميرسي، أهلا فيك. بداية توني، خبرنا شوي هيك أكثر عن موهبتك كمغني أوبرا. أول شيء ليه نقيت الأوبرا، ومين اللي اكتشف موهبتك؟ نقيت الأوبرا لأنه أنا بحب هذا كتير، النوع من الغنى، النوع من الفن كتير كتير حلو وكتير نادر، خصوصا نحن بمجتمعنا الشرقي. بقى اكتشفت من خلال أستاذ من سنة 2011 تقريبا، كنت عم بعمل جيتار وقت بيعمل لي الأستاذ تست صوتي وبيقول لي إنه أنت صوتك أوبرالي. بقى أنا كتير استغربت الموضوع، بعدين رجعت التجأت للمعهد الوطني وهونيك صار في كمان مثل مسابقات وتست، ومن هونيك بلشت البداية. وين تعلمت؟ بأي معاهد؟ لأنه عرفنا أنك تعلمت بلبنان وخارج لبنان، مظبوط فوين تعلم توني لحتى وصل للي هو عليه اليوم؟ مظبوط، أول شيء هون بلبنان بلشت بمعهد خاص وبالمعهد الوطني كونسرفاتوار، والتجأت على كذا دولة أوروبية من روسيا، أرمينيا، رومانيا، جورجيا، وبلغاريا وعدة دول. توني، سافرت على هالبلدان اللي سميتهم، كان روسيا، أرمينيا، بلغاريا وغيرها. شو استفدت لما سافرت لهونيك بغض النظر عن التعلم؟ شو استفاد توني؟ يمكن هونيك عطوك شيء ما كنت قادر تاخده بالمعهد هون. شو أخذت؟ شو استفدت؟ اللي استفدت منه هي كحياة المغني الأوبرا، كيف بيعيشوا هونيك بحياتهم، كيف بيحطوا نمط حياة، كيف بيعملوا بلانينجز للحفلات تبعهم، لكل شيء مشاريع بدهم يعملوها، حتى من ميلة التعليم اللي بيحبوا يعلموا، كيف بيظبطوا وقتهم. تعلمت منهم كمان كتير عن مؤلفين الأوبرا، مؤلفين الموسيقى، عن المسرح أكتر. توني، كنت عم تحكي كمان عن التعليم، انك تعلمت وهن كيف بقسموا وقتهم. حضرتك كمان بتعلم غناء الاوبرا اليوم. توني، كيف بنقي تلاميذه اللي هن بالفعل بغنوا اوبرا مثل ما هو لازم، وكيف بتصنف لهم اصواتهم؟ اوكي، بقى بيتصنفوا اول شيء الاصوات بتفرق اكيد. اول شيء عندنا الشباب والبنات، الشاب اكيد ما انه مثل صوت البنت، صوت الشاب شيء وصوت البنت شيء، وصوت البنت اكيد دائما اعلى واقوى من الشاب، صوت الشاب اوطى. بيتصنفوا كمان حسب حجم الصوت، يعني نحن بنشوف بنعمل تمارين للصوت، بنشوف من اي نوت الشخص ببلش لاي نوت بيوصل، بنشوف هيدا حجم الصوت، بنشوف الكولور تبع الصوت، التامبر، كل شيء عم ببين، ومن هون نحن بنحط بنصنف الصوت وبنعرف مزبوط، يعني بتتحدد هوية الشخص وهوية صوته. فينا نسمع شيء بصوتك أوبرالي؟ اكيد يا بونيس انجليكوس فيت بونيس اومينوم دوت بونيس تشيليكوس فيغوريس ترمينوم اونيس ميرابيلي mondo catominum pauper pauper servus et humili pauper pauper servus et humili. حلو، وبالفعل صوت رائع. شكرا. توني، إذا بدنا نحكي شوي عن مشاريعك المستقبلية، هل توني اليوم بيقول أنا وصلت للي بدي إياه، ولا عطول بدك تطمح توصل للأعلى بعد؟ اكيد بطمح بعد للاكثر. لا، ما وصلت 100% للي بدي اياه، هلا عم بلش اوصل تقريبا للي بدي اياه. انا هلا كثير عم بشتغل مع بلاد برا، عم بتعاقد مع معاهد خاصة أكيد برا، تصير روح أعطي ماستر كلاسز برا وعلم واشتغل مع المغنيين برا ببلاد حلو، برا.
حلو. توني كمان بنعرف انك اخذت ميدالية ذهبية مظبوط وكانت مفاجأة لإلك وما كنت متوقعة، مظبوط. فخبرنا عنها أكثر. السنة الماضية رحت على رومانيا، رحت كرمال ماستر كلاس من خلال ناس هون بعرفهم مغنيين أوبرا أجانب، هن دلوني على هذا الشخص. ما أنا رحت بس إنه مثلت أتمرن معه، مش على أساس إنه يكون في أوديشن. وإذ قبل بيومين من الأوديشن وقبل يومين من ما أرجع على لبنان، بيقوم بيحطني دغري قدام الأمر الواقع وبيقول لي بدنا بعد شخص سيادة وسجلت لك اسمك بقى. وكانت خبرة حلوة وكانت صدمة، لأنه كان في 100 شخص غيري عم بيقدموا وجايين من مختلف البلدان وبلاد فيها أوبرا وبلاد كتير متقدمين كأوبرا من الدول الأوروبية والأمريكانية وإلى غيره. بقى ما توقعت إنه أنا اللي أربح الأوديشن. بقى فتت أنا وقدمت، وأنا يعني كانت النتيجة إنه أنا اللي ربحت الميدالية. بقى هي كانت صدمة كبيرة لإلي، من بين 100 شخص ما توقعت إنه أنا أربحها. حلو كتير. وكان إذا فينا نقول إنه كان التحدي بالنسبة لإلك، عم تتحدى نفسك، عم تتحدى ذاتك حتى قدرت تحصل عليها. ألو، تحدي كبير، واحد يعرف حاله هو وين كمان. صحيح. توني، الأوبرا إذا بدنا نحكي عنها شوي هيك بشكل عام، هي مش مثل الأغاني. الأغاني يعني بتنكتب على أوزان معينة وبتتلحن، ولكن الأوبرا منا كناية عن كلمات أغاني. فشو فيك تخبرنا شوي هيك، شو اللي بيميز كلمات الأوبرا عن كلمات الأغاني؟ هي اكتر زياده هي عمل من عمل بمسرح، يعني بتغني وبنفس الوقت انت بتكون عم بتمثل وعم بتعبر عن اللي عم تحكي عنه بالاوبرا. اكيد في تمثيل، في شويه رقص، وفي تعبير اكيد عن الكومبوزيتور شو بيكون كاتب، كيف بدك تعبر عنهم، وبيتغنوا اكيد بطرق معينه وبتقنيات معينه. حتى بنلاحظ انه على طول اللي بيغنوا اوبرا بيضلوا لابسين اسود من فوق لتحت، ليه؟ شو اللي بيميزهم؟ ما في شيء انه مميز انه على اللون الاسود، بس انه اجمالا بيقولوا الاسود اكثر شيء بيمشي مع الاوبرا بقى كرمال هيك. توني، ليه نقيت اليوم الاوبرا؟ ليه ما نقيت تغني شرقي، تغني غربي؟ ليه نقى توني انه انا بدي اغني اوبرا؟ انا من زمان كنت بكورال، ومن هونيك يعني كان الكل تقريبا يقول لي انت صوتك موجه على الغربي، وانا كمان انا بطبعي بحب كتير الغربي، ما بحب الشرقي ابدا. بقى جربت يعني ما مش الحال مع الشرقي، بقى تركته على جنب ورحت على الاوبرا، وانا بحب الاوبرا كتير. بقى رحت على الغناء الاوبرالي ومشيت معه. برأيك بلبنان، يعني حسب خبرتك الفنية إذا فينا نقول، بلبنان بعد عم بيخرج أصوات أوبرا أو بيوصل لمحل كله عم يتجه شرقي أو غربي، ما بقى حدا بيتجه أوبرا؟ في بعض عم بيتجهوا اوبرا بس نسبتهم قليله كتير بلبنان، لانه هون نحن بمجتمع شرقي ببلد شرقي بحب الشرقي كتير اجمالا. هلا في بعض اللي عم بيروحوا على الاوبرا بس نسبه كتير قليله، ويا ريت بتزيد هيدي النسبه، لانه هيدا نوع من الفن كتير كتير حلو، وخصوصا يعني اذا واحد اتجه لبلاد برا وعرف يشتغل بالاوبرا. مزبوط. مثل ما كنا عم نقول انه حضرتك سافرت لبرا وتعلمت منهم اشياء كتيرة، هل اوبرا برا فرقت عليك من الاوبرا هون اللي عم تاخدها كنت بلبنان، او لقيت انه هي ذاتها مضاف الى حسناتها شوي؟ لا اكيد فرقت علي، بلاد برا كتير، من اي برا ناحية؟ من كل الجهات، من ناحية اول شيء البراتيك، خبرة المسرح برا كتير عندهم مسارح خاصة بالاوبرا بنقدر نتمرن عليها ونعمل عليها براتيك. عندنا من ناحية التعليم متقدمين اكتر بكتير من هون، من ناحية تفهم قصة الاوبرا اللي بدك تغنيها كمان في تفسير أكتر، في براتيك أكتر، في حوار أكتر، كل الجهات. حلو. توني، خلينا نسمع بعد شي كمان أوبرا بصوتك، وهيك نقدر نفهم شوي شو المسج إذا بدك اللي عم تقدر توصلنا إياه. أوكي، هقدم شقفة صغيرة من أفي ماريا. Ave Maria.
حلو كتير. توني، نحن بنعرف انه اللي بيبقوا بدهم يغنوا او عندهم حفلات، الصوت بياخد بحدود 6 ل 8 ساعات اذا مش اكتر لحتى يفتح. هل يا ترى اللي بيغني اوبرا بياخد ذات الوقت يلي بيغني عادي او بياخد وقت اكتر؟ لا كصوت انت يفتح تقريبا نفس الشيء. هلا بتفرق بين شخص وشخص، كل واحد صوته شيء اكيد، كل واحد اول شيء حدا حسب كيف بيتمرن، لانه كمان الصوت بيتاثر بكتير اشياء، بيتاثر بالنفسيه، بيتاثر بالاكل، بيتاثر بالنوم، بيتاثر بالتعب، بيتاثر بكل بعده عوامل، بيتاثر بالطقس حتى. بقى كل حدا شيء، يعني ما فينا نحدد لكل شخص هالقد الوقت، مثلا 6 ساعات انت 8 ساعات هو، لا كل حدا شيء، بس تقريبا هالقد. توني، كلمة لتلاميذك يلي عم يحضروك اليوم، شو بتقلن بخصوص الأوبرا؟ بقول لهم انه اكيد بشجعهم، كوراج كتير كبير وانا كتير مبسوط فيهم، ويكملوا وما يوقفوا، وخصوصا انه عندهم مستقبل كتير حلو لبعدين. هل بتلاقي مستقبلهم هو موجود أو محصور بلبنان، أو لا مستقبلهم أفضل لإلهم يكون برا؟ اكيد كاوبرا افضل يكونوا برا، الافضل يروحوا لبرا، لانه برا في فرص اكتر بكتير، وعندهم كتير قصص متواجدة بالاوبرا بيقدروا يشتغلوا فيها برا، هون شوي صعبة بلبنان. مثل اي بلدان بتحسها، حسب اكيد ما كنا عم نقول بتضل مسافر على هيدي البلدان، اي بلدان حسيتها اكثر شيء خرج يكون فيها اوبرا؟ باللي انا رحت عليهم اكتر شيء لهلا روسيا، كانت اقوى شيء واحلى شيء، اكتر شيء استفدت منه واكتر شيء انبسطت فيه كاوبرا لحد هلا. بس انا بعد عندي مشاريع، بعد بدي اروح على كتير بلاد الاوروبيه مثل ايطاليا وفرنسا وفيينا وبراغ والمانيا وعدة دول، بعد كمان بدي اروح عليهم اكيد على الاوبرا، وشوف الاوبرايت هونيك واتعامل مع اشخاص من الاوبرا من هونيك. حلو كتير. توني، كمان مثل ما كنا عم نقول انه حضرتك عم بتعلم تلاميذ الاوبرا اليوم، توني هل بيجي بيعلمهم من الكتاب شو هي الاوبرا، ولا بيعطيهم من ذاته من خبرته؟ اكيد بعطيهم من خبرتي الخاصة، لانه اول شيء الاوبرا هي مش مدرسة وحدة، هي مدارس توزعت يعني بين الدول على عدة أشكال. بقى أكيد بعطيهم أنا من خبرتي، بعطيهم كل شيء أنا تعلمته، وأكيد في قصص بتبقى موجودة يعني معروفة بتطبق على الكل، نمشي عليها على الكل، وفي قصص خاصة بتبقى. توني، شو آخر هيك لنعتبر آخر غنية أو سؤال، هل يا ترى بنقدر نقول الأوبرا هي غنية أو هي حوار إذا بدك يترجم بغناء؟ مظبوط، هو حوار يترجم بغناء أكيد ملحن، مع تمثيل، مع رقص، مع حوار، مع تعبير، أكيد كتير مهم. يعني فينا نقول إنه السيناريست هو بيكتب هيدا الحوار، ومغني الأوبرا هو يلي فينا نقول بيلحنه، أو هو اللي بيعطيه هيدي النكهة، أو كيف بتصير هيدي العملية ما بين كلمات ألحان وغناء؟ لا كلمات والحان اجمالا الكومبوزيتور هو اللي بيحطهم، مغني الاوبرا هو بس بيأديهم اكيد بطريقه حلوه بطريقته الخاصه، بس بيغني بيأدي الحوار المكتوب، بس كتلحين وكتابه الكومبوزيتور هو اللي بيعمله. هل توني اليوم بشوف حاله على مسارح عالمية، لنعتبر بمسارح بباريس أو بإيطاليا عم بيأدي أوبرا، أو بيقول إنه لا أنا بعد بدي أشتغل لحتى أوصل، أنا ما وصلت؟ أكيد كل واحد بعد بده لازم يشتغل على حاله، لأنه واحد قد ما يوصل الأوبرا عالم واسع كتير وبدها شغل أكتر وأكتر وأكتر. فالحمد لله بلاقي حالي بعد على مسارح عالمية، بس هالشي ما بيمنع إنه واحد يشتغل زيادة، يعني مش واحد إذا تعلم وصل لمحل معين يعني خلص وقف هون، لا، لأنه الصوت يعني. أنا في مرة كنت بروسيا في موسيقى، قال لي الموسيقى إذا بتتركها بتتركك. بقى نفس الشيء مثل حي ولا شي بالحياة، بقى نفس الشيء لازم تضلك تتمرن دايما. انا اذا يومين ثلاثه بيمرقوا وما بتفرن فيهم مزبوط دغري بحس بالفرق.
يعني بتحس كأنه صار خلص، يعني صار التمرين منك وفيك. 100%. توني، شو أخذت من أساتذتك اللي علموك؟ شو عطيوك؟ هل بعضهم نصايحهم بعدها فيك، انطباعاتهم بعدها فيك، أو بتلاقيهم عبروا السبيل؟ لا أكيد، كل شخص ترك انطباع معين مثل ما بيقولوا. في أشخاص بعدني معهم لهلا، وفي أشخاص بطلت على تواصل معهم لأنه راحوا لبرا، بس أكيد كل حدا ترك انطباع معين. هل صادفت شي مرة وغنيت مع حدا من أساتذتك، أو بعد ما صارت هيدي؟ بلا، صادفت مرة هون بلبنان ومرة برات لبنان. هل بتحس بهالرهبة إنه عم تغني مع أستاذك، أو على المسرح بتحس إنه خلص اتنيناتنا بنغني أوبرا ما لازم خاف؟ لا اكيد واحد بده يكون اكيد واثق من حاله، ما لازم يكون خايف. بالنهايه هيدي موهبه من الله، ودائما بالحياه اكيد في اكثر في احسن، ولا ما في يعني هيدا الخوف انه اذا مع الاستاذ يعني هو رح يكون احلى او احسن. لا اكيد لا. وهل توني لما تتمرن بتلاقي حالك عم تتقدم، او في بعض المحلات بتقول انا هون غلطت بدي ارجع اعيدها؟ هل المغني اليوم الاوبرالي اذا فينا نقول هو وعم يتمرن بغلط بيرجع بعيد، او معلوم لا ما بغلط بيضل مكمل؟ معلوم بغلط اكيد، ما في حدا بالنهايه ما بغلط بكل شيء. ايه اذا مرات انا بكون عم بتمرن بحس اني غلطت في محل، برجع بعيد، برجع بجرب بظبطها. إذا بدنا نسمع منك بعد أغنية وترجع تفسر لنا إياها هيك شوي، هي شو رمزيتها لهيدي الغنية، فخلينا نسمع منك غنية ومنرجع نفسرها. كيف أروح إن زايوني نيتشي نو فيندرو سين زايل ميو بي كيف أروح دو فيندرو كيف أروح سين زايل ميو بي دو فيندرو سين زايل. هيدي الغنية مقطع من أورفيو إفروديتشي. أورفيو إفروديتشي هي أوبرا كتير حلوة، بتحكي عن هو شخص شاب اسمه أورفيو وحبيبته اسمها إفروديتشي، وبيحبها كتير كتير وبتموت. يعني قصتهم مش 100% بس شبيهة مثل روميو روميو وجولييت، وجولييت. بتشبهها بس بتموت، وهو بيحبها كتير وبيزعل عليها كتير وبيصير بيقلب كل شيء هيك دراما، انه شو هالحياة البشعة بلاها، ما بقى في شيء بيسوى بهالدنيا كله بلاها، شو هالعذاب، شو هال، ما بقى في شيء هيك حلو، ما بقى في شيء لذ بالحياة. هيدا الشيء هيدا اللي بتعبي الغنية عن الحزن، عن اورفيو لأوريديتشي وعن حبه لإلها الكبير. حلو كتير. توني، بعد هيدي الخبرة كلها، هل معقول نلاقي توني هو عم يكتب أغاني أوبرا، أو بتلاقيها إنه هيدي يمكن ما عندك إياها هيدي الموهبة؟ هلا للمستقبل كل شيء وارد، اكيد ممكن انه يصير اكتب، بس بالوقت الحالي انا اكثر عم مركز على الغنى وعلى التعليم. حتى أصدقائك المقربين منك بيعرفوا توني وصل لما يبلش يغني هو وواصل، والله فهل بتلاقي إنه هيدا الشيء بيعطيك اندفاع أكتر لقدام إنك تكمل، إنه أنا صرت معروف بصوتي؟ يعني حيالله محل بتكون فيه بس تبلش بيقولوا وصل توني، فقديه بيعطيك اندفاع هيدا الشيء؟ أكيد بيعطيني اندفاع كتير كتير كبير. بالنهاية ده شيء أنا بحبه كتير، وإن شاء الله بضل فيه من هلا لآخر نفس. كتير الموضوع كتير 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 بهمني، بقى بضل أشتغل عليه. حلو كتير. وأكيد مشاهدينا بدنا نقول لكم إنه أكيد حلو كتير ممارسة هيدي الهواية وغناء الأوبرا. توني، شو بتحب كمان هيك تقول لمشاهدينا تتشجعهم للي بيكتشفوا عندهم مواهب عند أولادهم أو حتى عن كبر، فشو بتقول لهم عن غناء الأوبرا وكيف فيك ترشدهم لحتى يوصلوا يغنوا أوبرا؟
أكيد بنصحهم إنه كل واحد بيحس حاله إنه عنده موهبة صوت وبيحب الستيل الغربي يجرب يتمرن يعمل تيست يروح عند أخصائيين ويتعلم الأوبرا، لأنه الأوبرا عالم كتير واسع وكتير حلو وبقى بنصح كتير فيها. توني بدي أطلب منك تسحب آية نقريها سوا وتقلنا شو بتعني لك. نجاني من عدو لدود ومن مبغض أقوى مني. أي حلوة. شو بتعني لك؟ بتعني عن إنه يعني واحد ما يكون إنه مثل عنده أعداء، لا إنه خلي مثل أحبوا أعدائكم، يعني حلو أحسنوا كتير. لمبغضيكم. توني رح نختم هيدي الفقرة أنا وياك، ولكن رح نرجع نختمها بغنية أخرى إذا فينا نرجع نغني، أو ترتيلة أفي ماريا اللي طلعت كتير حلوة منك أفي ماريا، إذا فينا أوكي. كمان نختم الفقرة فيها. أوكي. أفي ماريا، حلو كتير توني، أنا بدي أتشكر وجودك معنا، وبالفعل صوت كتير حلو، يعني لما نسمع هذا الصوت ما في إلا ما ينقلنا لفوق على السما. توني كلمة الأخيرة لإلك لكل محبينك أصدقائك وعائلتك يلي عم يحضروك. أكيد بوجه تحية لكل المشاهدين، لكل أعز رفقة عندي والجميع، تحية كبيرة بس. بدي اتشكر وجودك معنا توني، واكيد أوكي. إلنا غير لك غير اطلالات معنا تنحكي اكثر كمان عن الاوبرا وعن المشاريع يلي عم ترجع تحققها. مشاهدينا اكيد مثل ما قلنا لكم انه كل واحد بيكتشف انه عنده هيدي الموهبه، حرام يتركها تروح هيك، بالعكس ينميها. والاوبرا مثل ما لقينا انه هو يمكن اكثر نابع هيك من حنان ومن قصص واقعيه، مش بس كلمات والحان. خلينا نروح نحن وياكم على فاصل إعلاني قصير وبنرجع، خليكم معنا.